حياكم الله في فيديو جديد بنقيم فيه سكنات اوفر واتش لحدث سنة الفار الجرذ الجرذ الفار. مو فار جرذ لا فار اول واحد اول سكن بيكون مونك حق دوم فست. انتوا كلكم شايفين الا انا صح؟ انا شفت فيديو طلع فيديو سريع كذا بس يعدي على سكنات كلها. ايه اوفر واتش نفسه ما تقول لومي انا لوم اوفر واتش نفسه ما له داعي. استاذ طيب. كابتن المونك بنفسجي طبعا ما هو بلجندري او يعني ابيك. نعم. طالع كانه مونك يعني جيد نظيف عرفت اللي مسوى كانه كله حديد يعني حتى وجهه كله حديد اي حتى راسه تشوف شايف شعر ابيض كذا بس ايه مقرع يعني مقرع شوي واللبس البرتقالي تحس لانه مطفي طالع شكله فكله اوكي عرفت. اوكي اوكي الى التقييم ثلاثة اوكي بسرعة يعني ما ستة اوكي سكن صراحة مو عادي يعني غير القرعة وال ما منه فايدة بس يجيك بلوشي يعني اذا تلعب تفوز خمسة جيم صحيح مو لا اكثر unlocked by participating in the year of the riot 2020 week 1 challenge لازم تخلص challenge عشان تاخذ هذا تفوز تسع مرات تسع مرات تسع مرات تسع مرات عشان ذا ما سويت لا بعد ابي اروح العب انا بطلع باقي لي كم يوم بس ancient bronze حق وينستون يا اخي وينستون نظام صيني قديم كان خشب عطى لفه كامله يقول لك برونز تقول لي خشب انا حسيت خشب اكثر يعني لا هو مخمج واضح اي على حجر كذا شوي الوجه طيب شوف مذهب هذا حلو هذا حلو لا بس انا اشوف انه يعني طيب شوف السلاح اي صح راح ار دقيقه ما عنده سلاح اي خلاص احس بس الكنترول حق اللي يسوي كذا لا تشوف السلاح خلاص اوكي نفس الثيم نفس الكيك انه الصيني هذا البرونزي واحد صفر ثلاثة يا لو تشالنج برضو ويكتو برضو يعني نفس الشيء يس ما يصير والله ما له فايده ما له فايده تبيني العب وافوز تسع مرات ورا بعض ما احتاج كنا يا اخي وينستون مسكين ما يعطونا سكنات زي الناس في بالعكس كارغول كويس اليتي حلو يا اخي اليتي حلو بس قليله هذا بس هذا الاثنين بس لا تقول يعني رخيص عنده اكثر من ولا حق يرف ضربك؟ لا 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 الست حق ال روح على طول اللي هو بنقيم احسن سكنات راين جاه مسكن برضه حق يرف حق اي واحده من اي هذا هو كونغ مره هذا جاي هذا جاي شوف الدراجونز اللي ورا يا بوي ما تبان والله معليش هذا مره اي والله دراجونز توي انت اول مره انتبه وانا وينستون ما مره مخضرم هنا يا بوي طيب وبعدها هامند او حمد بيبر كاتينج حمد اي احنا نسميه حمد بيبر كاتينج كان البيبر شيء هو نفسه ذهبي هو ذهبي نعم لكي هذا شيء حلو ايه زي القطه هو الجرد هو الجرد يعني كان ودي اقول شوف السلاح بس نفس الشيء اي نفس السلاح اوكي أربعة ثمانية ثلاثة ثمانية اي والله جاز لك عشان ذهبي عشان ذهبي وكرة حمراء رهيب شكله الكرة يعني اذا قفل يعني تخيل شكله يتدخل بالضبط بس هذا هو الذهبي اللي فيه هو ما راح تشوفه واجد ابدا هنا المشكلة اي عادي الاحمر يغطي يعني. بس then again purple السكن ما هو بالضبط وغيره فيه كثير يعني ليجندري ما ادري ايش يسموه تم راجع وضعه ليجندري ابيك ابيك وليجندري ابيك البنفسجي وليجندري اوكي ذهب صح طيب وبعدها اوبرا بريجيتا اوبرا الله عليه اوكي الله انه الميس هذا اربع اعلام دقيقه اربع اعلام ورا وذهبي التشيس بيس
شطح ذهب الجسم. شوف شوف ورا اللحم صح هذا زين. شوف السلاح والدرع راسه. الدرع حلو جميل. الدرع مرة حلو مرة جميل. قيم قيم خمسة ثمانية ثمانية مرة بارد يا مشعل. هذا مشعل ترى سريع سريع انا سريع 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 كلنا مستعجلين متعودين عليها ومعنا الواحد دائما الملجلج. طيب ليش ثمانية يا شباب؟ يعني تعجبني الكاركتر مرة والشيلد مرة حلو والميس شكله كذا مختلف. لا انا ما عجبتني الوان مع بعض صراحه ذهبي على اخضر على احمر على الشيلد مره يعني عجبني. اتوقع انه تريديشنال يعني شيء ايه والله عادي يعني تريديشنال من حقهم ذوق بايخ يعني الوان اشاط حور نجيبها بجلابيه المره الجايه. وبعدها لوسيو سامول نوري. وعليكم السلام. ايوه هذا حق مورتل كومبات ما ادري شو اسمه ها اللي يرمي قنبلة لوكان. لا واحد منهم. وات شوف الشيء الوحيد الرهيب فيه القبعة اظن الذهب هذا اتوقع يتغير لونه واظن ايه وانت تلعب يكون اطول من كذا. كان غلطان اذكر شفت واحد يتشعمط بجدران وطالع منه الذهب كذا الله. نعم واخضر واصفر يتكلم طب الدرم هاي جميلة. اوكي نقيم يلا اثنين اربعة سبعة. والله عجبك. عجبتني فكرة والالوان الكومبو كله على بعضه جميل. احمر واصفر وازرق والذيل يتغير لونه طبعا اسميه ذيل هو ما ايه نعم اللي طالع من القبعة بس ما الاسم العلمي يعني بس الشكل ماشي ما حسنا لوسيو حتى يعني لوسيو عنده اشياء مميزه اكثر كثير صحيح ايه خاصه بسفك ما ادري هذا بارد تحس الى الان لا يعلو على الجاز الجاز يا واللي بعده مويرا ماسك دانسر موير الله هلا والله ديمونيك مره يعني صح شيء مره فيتنج الثيم يعني مع ان الاصفر والازرق شوي شطحه تحسه يعني مو راكب مع الاحمر والوجه ذا اللي على بس الحزام بس فاتحه بزياده يعني شيء شرير يس طيب قيم شوف الحزام شلون معصب يعني قاعد انا شلون عنده شنب برضه قيم جميل جدا. ثمانية تسعة ستة اوكي اوكي ما مو انا توقعتها يعجبك اكثر من كذا والله انا شوف عاجبني بس لسه ضايع ما ادري يعني انا هنا الالوان مره عجبتني يعني. حلوه هنا بس مو ماشي مع يعني الثيم ايفل بس الالوان مره كذا فرحيه اي فرحيه اي ترخم كذا تعرف تقول انت بتخم مو بعدين تذبح عشانها تهيئ الدمج عشان كذا في الله ما توقعت انه في التوازن هذا. اللي بعدها سومبرا فيس تشينجر اللي اوريدي انحرق علينا والله هي كل شوي تغير وجهها الوجه قاعد يغير بالحاله شوف هذا جميل جدا يعني الغاكب على سومبرا مرة. صح واتوقع انه مث كذا صيني اي له قصه رهيبه شكله يعني شفت سكن وبغيت ودي اقرا يعني عن القصه وش السالفه وش الشخصيه ذي ايش طلعوا يا حرام جاك بيبس ايش طلعوا سكب شوف شوف السلاح الله اوكي شوف الوجه تغير موجود الوجه فانا الحين وانا قاعد العب اقدر اعرف تعرف الوجه اللي طالع لك الله عليهم خلاص انا جاهز اخيل يلا 10 10 10 الله يسلمك مره مره جامد تحفه تحفه والالوان لسه برضو ها سامبر تحس انه فيتنج الثيم حقه ايه البنفسجي ولا عطنا برمه سريعه كذا بس عشان نشوف يمكن فوتنا شيء ايش اللي في ظهرها هذا اللي معلق هذا التليبورتر حقه يمكن لا ما اتوقع لا ما اعرف بس شكل درع لابسه اوكي كذا ولا كذا كويس لسه خالع
جميل جدا. حتى القبعة وذا شطحة يعني فيه على سامبرا العادة سامبرا شعر الشعر بس اللي طالع. طيب وبعدها ليموت عندنا باستيان كايت فلاينج أو يعني الله سلام الله حين متل بحر تشغل جميل جدا يا طيب قيم يلا ستة ستة سبعة مرة حلو يا كود جدا باستيان دائما كود مع انه بس يعني يطلع لك في الجيم بس حتى الانيميشن حقه كان اي جدا جدا بس في الجيم نفسه ككاركتر تاخر مره مستحيل. بعدها هانزو سكاي لانترن الله الله اخي عجبني طارت عشان طلع اول شيء ولاع عرفت اوكي والله قيم خمسة ثمانية اثنين اوكي انا عجبتني بس الولاع ليه الولاع من البداية اللي بعده ما اقدر اقراها نتفاجئ فيها فيكتور موزز ما حنقيم بس بنمر عليها على السريع طيب يشرب شوربة الله عليه طيب جميل جدا ماسك الماسك اللاين ماسك ولابس اللي حق تريسر ذا اللي تلبسه كنا ذاب حد تريسر اي فاير ووركس مع اللبس يا دبي اهنيك صراحه احتفالي فويس لاينز عاد بنمشي الى ما نلقى اللي هي حتى في نبي هايلايت يكملون اي سيف حطوا بارتيس الدراجون ما حد استخدمها هذه في البداية أو هذا برضه أول يوم نزلوها بس أول تحمس على كذا يحطون صفة ماسكس نايس زي ancient bronze معتم حسب زي soldiers هذوليك مفروض highlight intro feast الله إيش بك مع خويه يجي والله يجي تستهبل نفس الفصل هذا حق رود هاك يجيب لك الكاميرا يكون على اليمين تجي كرشك يا تعرف هذه اي يطيح هو بالعكس هذا خلاص قاعد يفصل الله خلاص يا عيال لا ترسلون الجواج باط خلصت تجي يصبر شوي بنجيك ما عليك بنجيك 10 9 10 كذا 10 قلب انا اوكي 10 الله عليك مرة رهيب يا شيخ مرة كويس مرة عجبني انه مفت مع رود هاك هو خوية اي لايك شكرا جيف كات ما لك اوكي كذا اغلب اشياء السيزن قبل لا نفتح اللوت بوكس الموجود عندنا نقيم السيزن كم؟ يب أربعة سبعة تسعة مرة عجبك حسيت انه يعني صح انه كان في اشياء ما لها داعي بس بشكل عام يعني اعطونا كم شغلة مرة جميلة شوف هي في كم شغلة مرة رهيبة بس يعني اسكنات اللي حقت التشالنج ما يستاهل انه سويها ما هي التشالنج هذه اشياء بتنزل لك بالغلط وانت قاعد تلعب كذا في الاسبوع بتلعب كم جيم في اليوم بتقفل 9 وينز اكيد بس يعني بس برضه امس قعدت العب اوفر واتش منطفش بالغلط وفكيت يعني اخر سكن التشالنج كان حق ميرسي كان حلو حق دكتوره وش كان بس هذاك بالحاله كان مرتبع ايفنت اي بس هذول يعني هذاك هو ثلاثه مو مره هذاك هو الايفنت اذا هذاك كان شير بالضبط لا بس شوف يعني سكن مويرا كان ممتاز سكن سامبرا خرافي اي سامبرا خرافي الهايلايت انترو حق جانكرات جانكرات كان جميل بس عادة عن ذلك الباقيات يعني حلالة مبشعلة بقيت عجبتني برضو بصراحة جيد طيب خلينا نشوف وش يطلع لنا ياي ولا دوبلكيت دبلكيت الله ان شاء الله عجبكم الفيديو جبت العيد حسن علقت عجل الفيديو في سكنات اوفر واتش ليك جديده ترى الفرق الجديده غيروا الوانهم علمونا اذا تبون نقيم
السكنات حقت الاوفر واتش ليك. يمكن اذا بدا الدوري نرجع نشوف برضو. لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب شير وشغلوا الجرس عشان تجيكم تنبيهاتنا اول باول. سلام سلام.